عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبجديات أسرية ومع أبجديات الاختيار. إذا أراد شاب أن يتقدم لخطبة الفتاة أو إذا كانت الفتاة تنتظر تقدم شاب لخطبتها، فبداية يجب أن يجمع كل من أهل الفتاة وأهل الشاب معلومات عن بعضهما البعض. بمعنى قبل أن يدخل هذا الرجل إلى المنزل، على والد الفتاة أن يجمع معلومات عنه ويبحث عن أصله وفصله من خلال السؤال عنه، فيسأل الجيران أو إمام المسجد أو زملاء عمله أو زملاءه في الجامعة والمدرسة التي تعلم ودرس فيها. وكذلك الشاب فإنه يقدم على نفس الشيء، فأنت هنا ما راكش رح تشري قطعة قماش أو تختار شيئا تأكله، وإنما يجب أن يكون التحري دقيق، لأنك عازم على بناء أسرة تريد أن تكون على أساس بين وواضح من البداية. بعد ذلك تأتي المقابلة التي يحددها أهل الفتاة والشاب، وهي الرؤية الشرعية، وبها يرى الشاب خطيبته ويجلسان جلسة عائلية يتحدثا فيها عن أمور الزواج وشروط كل واحد فيهما. وعلى البنت أن تسجل في ذاكرتها ما يقوله الشاب وتكون فطنة، والأمر كذلك بالنسبة له. في رأيكم علاش؟ لأنه قد يتغير كلامه بعد البحث، أو قد نجد أمورا غير مطابقة لما نسأل ونستشير أكثر. فلا تسارع في الرد، ولتمنح نفسك مدة لا تقل عن 10 أيام تستشير فيها أصحاب الرأي السليم وتتوسع أكثر في استشارتك قبل أن يستقر رأيك بالقبول من عدمه. ثم تأتينا الاستخارة، فبعد اتخاذ الأسباب نفوض أمرنا لله عز وجل، وأكيد فنحن هنا لا نعتمد على هوانا، وإنما نلجأ إلى الله بالدعاء والصلاة. فإذا صرف الله قلبك وأحسست بالانقباض، فعليك أن تستسلم لأمر الله، وسنحيا سعداء إذا ما امتثلنا لشرع الله وأوامره.